أعزائي المشاهدين، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مين يكسب مين؟ وكعادتنا في البرنامج المسابقات اللي بنقدمه بنقدم دايماً فرقتين بيتسابقوا على مين اللي هيكسب مين. أول فريق بيبقى بقيادة مطرب والفريق الثاني بيبقى قيادة مطرب. الفريق الأولاني بقيادة المطرب الفنان، وبما إن إحنا في حلقة مسابقات فقدامنا الفنان عبارة عن كابتن، وهو كابتن الريس متقال. يا أهلا يا ريس. يا أهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل جنب الفريق بتاعك. اهلا وسهلا. اتفضل. دلوقتي اللي بينافسوا من الفريق الثاني هو المطرب ذو الصوت الجميل. مطرب ظهر في الفترة الأخيرة، مع إنه بقاله فترة طويلة جدا وهو معيد في معهد الموسيقى، هو الفنان المطرب الكابتن طارق فؤاد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل يا كابتن. اتفضل. قصاد الرئيس متقال بالظبط. الرئيس متقال النهارده معاه فرقه جامده جدا. الفرقه بتاعت الرئيس متقال بيكون معاه عضو، يعني احنا دلوقتي عضو من اعضاء الفرقه دي مش بالضروره ان هو بيكون في الفن بس، لكن من المجتمع، من يعني من اغلب المهن الموجوده في المجتمع. حلقتنا بتدور في المنافسة اللي هتبقى بين الفرقتين مع الرئيس متقال، راجل جزار شديد جدا. راجل الجزار ده هو عم عبد الجليل الوحش. يا اهلا يا عم عبد الجليل. اهلا وسهلا. العدة معاكم كله تمام؟ كله تمام. اتفضل جنب الرئيس متقال. وقصاد عم عبد الجليل الوحش قدامنا في مع فرقة طارق فؤاد مكواجي. ايه ده؟ مكواجي رجل. ايه ده؟ طبعا بقول لك الفرقة بتبقى متنوعة ما بين الفن وبين كل المهن المختلفة والرياضة وكل مجال. مكواجي رجل يمكن المهنة دي من زمان جدا احنا ما شفناهاش عن قرب، فنقرب للمهنة دي ونشوف معانا عم ابراهيم محمد. اهلا وسهلا عم ابراهيم. اهلا وسهلا. اتفضل عم ابراهيم جنب الاستاذ طارق. طبعا فرقه الريس متقال بينضم ليها فنان بيتسم بالضحكه وبالبسمه، الراجل الجميل الاستاذ الكابتن محمد الشواحي. اهلا يا استاذ محمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. جو جلابيتك انت واحده ونص. ومعانا كمان في فريق الكابتن طارق فؤاد النجمه الجميله الفنانه ندى بسيوني. ودلوقتي بما ان الفريقين اكتملوا فقبل ما نبتدي المسابقات بتاعتنا هنشوف اول حاجة نتعرف طبعا بالفريق. نتعرف بالفريق عن طريق بداية. نبتدي النهاردة من الأستاذ طارق فؤاد، وعشان تعرفنا بنفسك مش هتعرفنا بنفسك كلام، عرفنا بنفسك من خلال الأغنية اللي انت تعرفت بيها للناس أو الأغنية اللي انت تحب تقدمها لنا بحيث تعرفنا عن نفسك. أهلا وسهلا بالأستاذ طارق فؤاد. منك انت منك يا منايا وحرتي منك منك انت منك
يا منايا وحرتي اه منك، دوبت معاكي قلب اللي هواكي، دوبت معاكي قلب اللي هواكي، لا انا قادر اقرب اه ولا ابعد عنك اه، لا انا قادر اه ولا ابعد عنك اه، منك انت يا اهلا وسهلا بالاستاذ طارق فؤاد. بنتعرف على الريس متقال. اهلا وسهلا، اهلا بيك. بتقول لنا ايه بقى الريس متقال؟ هنقوله حاجه على العريس والعروسه. على العريس والعروسه، احنا على فكره معانا عريس وعروسه هنا، اول ما نتعرف بالفرقتين لازم يطلعوا يشاركونا الموضوع ده عشان تحرموا تيجوا في ليله فرحكم والمكان. عارف هم جم النهارده هنا ليه؟ جم ليه؟ عارف جم النهارده هنا ليه؟ ليه؟ مش لاقيين شقة. نتعرف على الريس متقال؟ حاضر. وتعالى قول لي، تعالى قول لي، تعالى قول لي، لما بساوي برشي وارش الفل. تاني هنلاقي ان معانا رئيس ابراهيم محمد او الحاج ابراهيم محمد. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا عم ابراهيم، اهلا وسهلا. دلوقتي يا عم ابراهيم انت مهنتك عباره عن مكواجي رجل، يعني بتستخدم المكوى بتاعه الرجل او مكوات الرجل، تمام؟ دي يعني المهنه دي بقالها قد ايه؟ تعرف انت بقالها قد ايه المهنه دي؟ من زمان جدا طبعا، لان اول ما اتنشأ
اتنشأ اللي هي المكوى الحديد اليد. ايوه. وبعد كده صنعوا الرجل عشان الحاجات الجامده زي جلاليب البلدي والاطان والحاجات زي دي بتدق ما بتدقش الا بالمكوى الرجل. يعني مش اي مكوى خفيفه مثلا ممكن تدوس عليها؟ لا مش ممكن. طبعا دي اتخلقت لحاجه ودي اتعملت لحاجه. الجلابيه البلدي اللي هي زي اللي انت لابسها دي بيبقى قماشها ايه بقى؟ دي ممكن يكون قماشها مثلا في حاجه اسمها الدكرون. 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 يعني فيها دكرون على اساس ان بيبقى فيها فتله نايلون. فيها دي بتبقى صعبه طبعا في ان اي مكوى عاديه ممكن تكويها، اللي هي المكاوي الخنافس بقى اللي هي بالكهرباء وكده. صغيره. ما تنفعش معاها طبعا. طبعا عايزه مكوى بلدي. واللبس اللي هو بتاع الصوف اللي هو بتاع الجيش وبتاع الصوف الشرطه. ايوه. الجوخ اللي اسمه الجوخ اللي هو تقيل قوي. في حاجات ما بتتعملش على المكوى البلدي يعني. بقى ساعات بيبقى في حاجات جوخ وحاجات صوف بتروح عند اي واحد افرنجي ما بيقدرش يكويها، فبيلف يلف على اساس انه يلاقي اي مكواجي بلدي بيوديها له. مكواجي بلدي يعني هو مكواجي الرجل او مكوه الرجل بيطلق عليه مكواجي بلدي. مكواجي بلدي. المكواجي الثاني اللي بياكل قمصان والبنطلونات ده مكواجي افرنجي. مكواجي افرنجي. ومهنه المكواجي البلدي هي مستمره لغايه دلوقتي؟ لحد دلوقتي ما انقرضتش لسه. بس اقل؟ لا اقل طبعا. مش اقل من الاول. ده لان انواع القماش اختلفت مثلا؟ لا مش انواع القماش اختلفت، هي زي ما تقول ما فيش صبيان انهم يتعلموا. ما فيش صبيان انهم يتعلموا، كله بقى في المدارس. وعشان خاطر يتعلم ممكن يقول لك اتعلم مكواجه فرنجة احسن، الا يخليني اوطي واشتغل مكواجه رجل وكلام من ده. فانقرضت الصنعه. هي في الانقراض حاليا دلوقتي يعني. ممكن شارع بحاله مثلا مؤاخذه، انا من بولاق ابو العلا مؤاخذه، وشارع ابو طالب بحاله ما تلاقيش الا مكواجي او اتنين رجل. مكواجي او اتنين بس؟ في الشارع كله او في الحي كله ما تلاقيش الا اتنين. الاول كان في خمسه سته سبعه. يعني كان الاول كميه المكواجي البلدي موجوده. انت المهنه دي متعلمها متوارثها يعني؟ عن ابويا. عن الاب. عن الاب. والاب واخدها عن الجد؟ لا الجد ده كان عمده بقى. كان عمده. عمدة الشرقية. كان عمدة الشرقية. ايوه. جميل. وانت ما علمتش ولادك يا عمرو؟ لا مش ممكن اعلمهم طبعا. انا اعلمهم مثلا افرنجي، ما علموش بلدي. زي ما ابويا مثلا، انا يمكن عشان الوالد اتوفى فانا شغال افرنجي وبلدي في نفس الوقت. ليه؟ عشان احسس الناس ان في حاجه زي دي موجوده، زي اثار. يعني المكوى البلدي دي بتعتبر زي اثار موجود في البلد بتاعتنا. يعني لما يكون في ناس سياح ماشيين عندنا في الشارع ما يجوش عند المكواجي الافرنجي ويقفوا ويتفرجوا. أيوة. ويجي بعد ساعات بيصورونا واحنا واقفين فيديو، بيقعدوا يصوروا على اساس ان دي زي ما يكون اثار عندنا. فانا عايز احيي التراث بتاع ابويا نفسه الله يرحمه. طب بقول ايه، اتفضل. ما تعلم ابنك يشتغل بايده ورجله؟ لا ما اقدرش اعلمه على الرجل. هي دي صراحه هي يعني صعبه. انا اعلمه في نفس الوقت علام، يعني هو في ثانيه ثانوي لما اخذ اكبر عيل عندي. خلاص. وعندي اولادي الحمد لله متعلمين الصغيرين برضه في نفس الوقت، وبعلمه على الايد يعني. بيشغل ايد كويس جدا. جميل. جميل. ليه؟ عشان برضه في نفس الوقت يبقى في ايد وفي رجل برضه. نفس الكلام بالظبط. وباذن الله برضه لازم يكون في حاجه تحيي التراث برضه. والنهارده بما ان احنا ان شاء الله انت موجود معانا هنا اهو في البرنامج، فهنشوف ده عملي. ماشي. هنشوف ده عملي ان شاء الله. يا اهلا وسهلا عم ابراهيم. اهلا وسهلا. بقول لك ان الجلابيه دكرون. ايوه. هو من بولاق. ايوه. يبقى من بولاق الدكرون. معانا قصاد عم ابراهيم في عم عبد الجليل الوحش. تحت امرك. ايوه. عم عبد الجليل الوحش طبعا اول ما دخلنا هنا شفنا الادوات بتاعته. السلاح الابيض. كويس انه ما جابش كاس بلاستيك. يعني طبعا هو مجرد ان هو يبقى ماشي في الشارع ومعاه الادوات بتاعته هنعرف مهنته. وبعدين مجرد ما يطلع بطاقته ويتعرف اسمه هيعرف مهنته. هل ده اسمك فعلا؟ طبعا. عم عبد الجليل الوحش. طبعا. ده اسم الاب ولا ده نتيجه المهنه مثلا؟ يعني الاسم ده اكتسبته اسم شهره؟ لا الاسم طبيعي يعني نقب العيله الوحش. نقب العيله الوحش. الوحش. العيلة ده من الأب ومن الجد كانوا بيشتغلوا في الجزارة برضو؟ لا. ما كانوش بيشتغلوا في الجزارة. كانوا تجار وفلاحين. أصل هو اسم الوحش مع الجزار الاثنين راكبين مع بعض ولا مالهمش علاقة؟ لا ده هي مالهاش علاقة بالكلام ده كله. كانوا بيروضوا وحوش. لكن نقب العيلة هو نقب العيلة اللي هو عيلة الوحش. عيلة الوحش. يعني أنت أول واحد كان في العيلة بيشتغل شغلانة الجزارة؟ لا كانت انا واخويا. ليا اخ كان قبل مني في الجزاره.
وطبعا انا خدتها منه برضو يعني معاه بالمهنه دي. المهنه بالممارسه طبعا اكتسبتها من يعني وانت سنك قد ايه يا محمود دلوقتي؟ 52. بس انت من قد ايه بقى بتشتغل دلوقتي؟ بشتغل من حوالي كنت عندي حوالي زي 30 سنه. يعني اشتغلتها على كبر؟ ما اشتغلتش من وانت صغير؟ لا خدتها على كبر. وطبعا دلوقتي بقيت محترفها الحمد لله. اي ذبيحه بتذبحها طبعا؟ يعني ايه انواع الذبايح يعني؟ كل حاجه موجود. جمل ضاني موجود، بقري موجود، جاموس موجود. بس ما بتذبحش غير البهايم بس. لا البهايم ازاي؟ بتذبح بنادمين؟ لا لا ازاي؟ لا يا عم. السلام عليكم. عموما اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. بنحيي عم عبد الجليل. ومعانا استاذه. لا مش انا ده، هو السكاكين هنا. معانا استاذه بعيدا عن موضوع التمثيل. مرجوك. احنا بنتعرف كممثله طبعا هي الفنانه ندى بسيوني، لكن بنعرف معلومه انك انت معيده في المعهد العالي للفنون المسرحيه، بتحضري دراسات عليا. ماجستير دلوقتي. انت متخيله ان بيكون قدامك طلبه؟ انا بس عايز ادي صوره للمتفرج ان الدراسه في معهد الفنون المسرحيه بتختلف تماما عن الدراسه في اي كليه نظريه او عمليه، مش كده؟ طبعا العلاقه بين المعيد او الاستاذ الدكتور في المعهد مع الطلبه مختلفه، لان بنبقى زملاء بره. وبعدين طبيعه الشغل في التمثيل بيبقى فيه احتكاك قوي بين المدرس والطالب، فبالتالي مش ممكن هيبقى بقى النشا بقى والزعيق والعصايه والكلام ده، مش ممكن، لازم نبقى اصدقاء عشان نقدر نشتغل مع بعض. بالظبط. انت بقالك قد ايه دلوقتي يا ندى بتدرسي في؟ انا معيده من 89. انا اتخرجت 89 وتعينت معيد على طول. يعني 89 اربع سنين. اربع سنين تقريبا. الاربع سنين دول برضو يعني يمكن انت عشان اساسا خريجه المعهد فمستوعبه العلاقه ما بين الطالب والاستاذ من وانت طالبه، لكن اما بقيتي معيده بقى الشكل مختلف في علاقتي بالطلبه يعني؟ لا هي بالجنس وعلى الارض. جميل. هو بيبقى تدريس مهنه التمثيل يعني بدايه بالعدد، يعني مثلا انا لو دخلت كليه تجاره وشفت سنه اولى في كليه تجاره هلاقي في اي جامعه كم كبير جدا كتير كله ما بيعرفش بعضه. يمكن برضو معلومه الناس ما يعرفوهاش ان كم العدد اللي بيدرسوا بيبقى قليل جدا جدا. سكشن ممكن يبقى 8 بالكثير يعني. يعني السنه الدراسيه اللي بيدرسوا فيها تمثيل مثلا السنه الدراسيه ممكن بتوصل ل 16 20 بالكثير قوي في السنه الواحده، لكن ال 20 دول بيبقوا متقسمين سكشن. فالسكشن بيبقى 5 6 8 بالكثير، فما بتبقاش يعني حاجه تخض كده الواحد يخش لا بصويت واحد لا. وبيبقى السن متقارب واصحابه كده، فبتبقى علاقه لذيذه. فبتبقى العلاقه مختلفه عن اي دراسه في اي كليه، وده موضوع كبير هنتكلم فيه دلوقتي. ارجوك. شكرا. نحيي الفنانه ندى بسيوني. ساعات محمد الشويح ساعات يبقى القسم فيه 8 يغيبوا 9. ها استاذ محمد الشويحي، يمكن برضو اكتر حاجه بتبقى متعلقه باذهان الناس اما بيشوف الاستاذ محمد الشويحي هو بداياته من خلال الدراويش. الحقيقه كان وده كان اصعب نمط فني مريت بيه يعني لعلمك، مش لانه خد طبعا من وقت حضرتك كتير جدا. خد وقت وكتير يعني، وبعدين يعني علمني كتير. الدراويش دي علمتني كتير يعني مش سهله يعني. هما دايما كانوا بيتكلموا على موضوع الاكل يعني برضه عشان نتعرف على حضرتك من خلال الحلقه. هما ما كانش لهم شغل غير الاكل. يعني وانا في الدراويش كلت اكل يكفيني للسنوات، وعشان ما عادش باكل فعلا. يعني من ساعتها ما بتاكلش؟ ما باكلش. حلو قوي. طب يعني ممكن تجيب لنا الاكل؟ مش اشكال، هنتصرف. دلوقتي سيادتك يعني اما كنت في فرقه الدراويش كان معظم الكلام اللي بيقولوه الدراويش عن الاكل. صح. وبيتغنوا بالاكل. صح. يعني مثلا تخيلت انا دلوقتي لو حضرتك اي فنان من الفنانين العظام اللي احنا بنحبهم وعلى انغامه بتطلب اكل يعني، او بتتكلم عن الاكل او بتتغزل يعني في الاكل. انا فهمتك. يعني مثلا اي مطرب او مطربه مثلا يدخلوا مطعم ويتكلموا يعني مثلا نتخيل الاستاذ محمد عبد الوهاب دخل مطعم وبيطلب اكل مثلا، فهيطلبه ازاي؟ او الاستاذ فريد الاطرش
او ام كلثوم او اي حد يعني. يعني عبد الوهاب مثلا يخش مثلا يقعد يفكر مثلا يجي الجرسون يقول له لا اصلا مش بالجرسون يعني مطعم بلدي، فجاه يقول له تاكل ايه يا استاذ محمد؟ يقول له او تفكر فيه يقول له بفكر ايه تغديني وبنسى اللي قنعني، لم شنت عيش تكفيني ولا حلت كوسة تشبعني، كوسة تشبعني، كوسة تشبعني. لا ما دام الموضوع كده ومعانا الاستاذ طارق فؤاد، لو هو غنى نجاة الصغيرة مثلا وبيطلب الاكل، في إيه؟ انت ممكن تغني حاجة لفريد الاطرش او نجاة الصغيرة؟ ممكن فريد راس الاطرش يقول له هتاكل فريد الأطرش. لا دقيقة واحدة، الاستاذ طارق معانا بالعود، هتقول معاه بالعود؟ لا عشان بس قوية دي. عشان الطبقة انت صوتك الطبقة هايلة يا استاذ، لا تتكاسل اتفضل. على قد حالي هاتلي طعميه، على قد حالي هاتلي طعميه ومعها سلطه اكتر شويه، على قد حالي هاتلي طعميه ومعها سلطه اكتر شوية، أصل المقلي باكله تملي ومنه يانا ياما جرالي، على قد حالي على قد حالي. طبعا بنشكر الأستاذ محمد فقرة الجوع اللي جوعنا بيها دي، وخصوصا ان احنا كلثوم لو طلبت تقول لهم ايه؟ خروف سمين. نجاة الصغيرة عارف تقول لهم ايه؟ بطاطس مقلية وهاتها في صينية وعليها ديك رومي. هنسأل فريق ده سؤال وهنسأل فريق ده سؤال وبعدين هنقدم حد من الصالة مفروض ان هو دلوقتي. عندنا الفريق الاولاني بنساله سؤال بمناسبه الاعلام والخريطه اللي معانا، بنسال سؤال بيقول المدينه المنوره كانت اول عاصمه اسلاميه، يعني المدينه المنوره كانت اول عاصمه اسلاميه، ما هي ثاني عاصمه اسلاميه؟ السؤال ده لحضراتكم. ثاني عاصمه اسلاميه يعني اول عاصمه اسلاميه في التاريخ كانت المدينه المنوره، ايه هي ثاني عاصمه اسلاميه؟ هي في العراق. من العراق الرئيس متقالي يقولها الكوفة. الكوفة صح فعلا، إجابة صحيحة. كوفة يا سيدي بتاع الكوفة أنت، كوفية. طيب بنسأل الفريق الثاني، ما هي أول عاصمة إسلامية في مصر؟ سهلة، بتجيب لهم السهل وتسيب لنا الفسطاط. الفسطاط فعلا إجابة صحيحة. طيب برضو بقية السؤال بيقول مين الفسطاط دي ككلمة، كلمة الفسطاط بتعني ايه؟ تعرف؟ يعني الخيمة. الخيمة صح. طب مين اللي بناها؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص إجابة صحيحة فعلا. يا سلام يا عم ابراهيم، يا سلام. طيب بما ان احنا سالنا سؤال هنا وسالنا سؤال هنا، انا عايز اسال حد من الصاله، وبما ان هو بيحتفل بان هو عريس وعروسته بتحتفل في نفس الوقت برضه سبحان الله بان هي عروسه. فممكن يتفضلوا هنا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا، بنحيي العريس والعروسه. طالع سلالم يا ما شاء الله عليها وبرنسه، طالع سلالم يا ما شاء الله عليها، لا 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 لا. تعال بقى هنا، الف
في التحية وهنا ومنا للعروسين يا رب بارك وتمم فرحهم الاثنين. يا سلام يا سلام. دلوقتي احنا عايزين نتعرف بالعريس، اسمك ايه؟ مصطفى البرنس. لا وما تتخضش، مش عشان العريس تبقى مخدود يعني، خليك عريس جديد يعني يبقى اجمد التقل ورا. لا مش مخدود ولا حاجه. مش مخدود ولا حاجه وبيعمل كده اهو. مصطفى البرنس، دي النهارده انت بتتجوز مش كده؟ اول مره؟ لا الثانيه. لا كده البرنس. العروسه اسمها ايه؟ اسمي تنيار فوزي. تنيار فوزي، اهلا وسهلا. بنرحب بدايه بالعريس وبالعروسه. فين اهل العريس؟ فين ال طيب. تعال يا برنس كده. ها برنس، ده انت عريس. خاف شيء اجمد. ارفع راسنا. لا يا راجل يا راجل. دلوقتي انا عايز اسالك سؤال، يعني انتوا بما ان انتوا عريس وعروسه فانتوا ثنائي، وان شاء الله يا رب بالتوفيق دايما، يعني دايما مش في جوازات تانية، لا في الجوازه دي يعني. بنقول انا عايز اسالكم سؤال، لو جاوبت عليه هتاخدوا جايزه ضخمه جدا، الجايزه اللي في عز الشتاء هتساعدكم، هنديكم مروحه في عز الشتاء هتسلككم. السؤال بيقول، ثنائي غنائي عاش مصر ايام الخديوي وكانوا الاثنين متجوزين بعض، حدش ليه دعوه من قرايب، لا العريس ولا العروسه، اما تتجوزوا هنبقى نسكالكم. خلاص يا منار. ألمز ألمز وعبد الحمولي. ألمز وعبد الحمولي، فعلا إجابة صحيحة. على فكرة ممكن أخلي العريس والعروسة معانا هنا وما يروحوش النهاردة خالص. أروحهم؟ أقعدهم؟ يا نهار أبيض، ده كلهم بيكرهوك يا أبو الصف. لا ده هو فرحان هما يخلصوه. عموما ألف مبروك الجواز والمروحة. ده مروحة. الف مبروك. هوينا بقى. الف مبروك يا عروس، الف مبروك. بنحيي العريس والعروسه. عم ابراهيم، السؤال ده جامد جدا، هو السؤال ليكوا كفريق بس برضو يعني يمكن السؤال عشان فيه تخصص بالنسبه لك انت اكتر، يعني السؤال بيقول ايه هي الصله او الحاجه اللي بيتشابهوا فيها المكواجي والحلاق؟ مكواجي والحلاق، المكواجي والحلاق. اقول انا مش عايز ها. الاثنين بيفردوا. الاثنين ايه؟ بيفردوا. بيفردوا يعني انتوا قربتوا. بياكلوا بياكلوا. الاثنين بيستخدموا المكوى. فعلا اجابه صحيحه. طيب دلوقتي يا عم عبد الجليل، عم عبد الجليل الوحش، انا عايز اسالك على سؤال مهم. تعرف مين هو اشهر ثنائي في الاذاعه ليهم علاقه بالجزاره؟ الجزار والفار. الجزار والفار، فعلا اجابه صحيحه. بس عموما هي مش اجابه صحيحه. ما اسموش الجزار والفار، هما اسمهم سلطان والفار. سلطان ده كان بيشتغل جزار. سلطان الجزار والفار. تمام؟ وكانوا عاملين ثنائي مع بعض. طب انا هسألك سؤال تاني يا عم عبد الجليل. اما اجي اقول لك انا عايز مثلا ايه؟ لحم بتلو، يبقى ده بتاع ايه؟ بتلو. بتلو ده بتاع ايه يعني؟ اسم ال صغيرة في السن يعني. اللي هي بقرة صغيرة في السن. لا هو البتلو رضيع. رضيع اللي هو بيبقى عجل. لحم بتلو. رضيع. خلي الميكروفون قريب منك. رضيع. لا لحم بتلو اللي هو العجل الرضيع. بيبقى بتاع 40 يوم. الكندوز. الكندوز بتاع سنه ونص او سنتين. برضو اللي هو البقره. البقر. اقول لك ضاني. لا ضاني بتاع ابن سنه. بتاع ابن سنه. ابن ثانيه. صغير. اللي هو الخروف. الخروف. انا عايزك تقول لي على الحيوان نفسه يعني. واللبان. لا اللبانه ما هو صغير، ضاني صغير. ضاني صغير من سنه.
ابن ثانية. اسمه ابن ثانية. ابن ثانية. ابن ثانية. اللباني قبل البتلو ولا البتلو بعد اللباني؟ لا البتلو هو اللباني. البتلو هو اللباني. طبعا. استاذ محمد. طبعا. لا هتلخبط الراجل. طيب اقول لك حاجة. اتفضل. لحم الكروان. يعني لما اجي اقول لك انا عايز لحم كروان. تعرف ايه هو لحم كروان؟ لا. اللي بتحط في الكروانة. لا. لا. لحم الكروان كلمة كروان هي يعني اللحم الجملي بس ده اسم الجملي باللغة العربية اسمه كروان. يقول لك لحم كروان يعني اللحم الجملي اللي هو كل واحد له مهنة بيشتغل فيها. يعني هي دي مهنتي؟ يعني انا مالي ومال الجمال يا عم. لا انا بقول لحم كروان اسم الجمل باللغة العربية الفصحى كروان. كروان. ماشي. يبقى خسرت جايزة ولا كسبت؟ يبقى كسب برضو عم. لان هو ما يعرفش الا الجمل. ماشي. يبقى كسب عم عبد الجليل. دلوقتي انا عايز اسال ندى. اشمعنى ندى؟ انا جاي لك يا طارق ده انت معانا للصبح النهارده. اشمعنى؟ سؤال صعب. لان هو سؤال سهل جدا. الحمد لله. مش صعب خالص. اوكي. لا خليه هو ده ليه رايح هناك ليه؟ خلاص انت حر. لا لا اول فيلم غنائي في تاريخ السينما المصرية. غنائي؟ أيوة. ولا تاريخي ولا؟ لا غنائي. يعني في تاريخ السينما العربية عموما يعني. السينما العربية؟ ايه يا طارق ودي وشك هناك ليه؟ ده غنائي. ده غنائي يا طارق. ده ليه علاقة بيك صحيح. اللي هو يعني ايه يعني اتشاوروا كده مع بعض؟ وبالأمارة هو كان فيلم صامت. لا. لا. ركزوا فيها وشوفوا ايه ممكن. طب ما تقول لنا اختيارات. اقول لكم اقول لكم فؤاد حاجه الفؤاد. ايه انشوده الفؤاد. انشوده الفؤاد فعلا اجابه صحيحه. يا راجل ده ليه علاقه باسمك يا راجل. بتاع بابا. بتاع بابا. طب مين كان ابطاله؟ اقول انا بابا. بابا بتاع اخوك بقى طارق فؤاد وانشوده فؤاد. طارق فؤاد نطرش. كان بطولة زكريا احمد وجورج ابيض. ده كان طبعا من فترة طويلة يعني مش عايزين نقول امتى. في سؤال سهل جدا. ما معنى بما على فكرة برضو كمعلومة للمشاهد بالنسبة للأستاذ محمد الشويحي بيتسم بانه عنده كم كبير جدا من المعلومات واللغة العربية وخاصة ان دي كان احتراف مثلا. شكرا. كان احتراف عملية اللغة العربية؟ لا يعني انا عشان درست مثلا فترة وكنت استاذ القاء في معهد الفنون المسرحية في الجزائر يعني الالقاء مهنتي وبعدين اعتزلت التدريس بقى يعني من زمان من فترة طويلة. عشان المسرح. لكن اما حضرتك كنت تبقى موجود مثلا في اي مكان بيبقى فيه تصوير لغة عربية كنت اكثرهم درست قدرة على تشكيل الكلام والحروف والحاجات دي. فده جميل وده اللي يسمح لنا ان احنا نسأل حضرتك عدة اسئلة ونحسب نتيجة في الاخر. السؤال الاولاني بيقول ما معنى الفالوزج او الفلوزج؟ الفلوزج. ايوه. هو الفل هو يعني ايه الفلوزج؟ ايوه ده اسم معناه. يعني وفسر الماء بعد الجهد بالماء. انت بتتوهني يعني. طب معنى الفلوزج؟ الفلوزج معناه حد يعرفه من الفريق المنافس؟ طب ليه الاحراج ده؟ الفلوزج هو من سؤالكم عموما لكن لو عرفتوه هتاخدوا نقطتين. فلوزج معناه البلوزه. البلوزه. هو انت بتسال عشان نجاوب يعني؟ امال عشان اجاوب. يا نهار ابيض انا بحسبها نكته يعني. لا 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 فعلا. لا الفلوزج يعني لا الفلوزج ما هو مش الفلوزج الفلوزج. يعني ده هم حتى في بعض المسرحيات والتمثيلات العربيه يقول لك ايه ايتيني بالفلوزج. ايوه يعني اللي هو البلوزه. هي بلوزه. طيب الاسفانخ. معلش السبانخ. الاسفانخ. الاسفانخ. ده انت بتعمل فينا اسفين بقى مش اسفانخ. الاسفانخ هي السبانخ فعلا. السبانخ هي فعلا اجابه صحيحه. انا لا لا انا قلت سبانخ. الفيديو اهو اللي هيجاوب. الفيديو قول واسال الجمهور. قلت السبانخ. هو وصل السبانخ فعلا. طيب اللي هيعرف دي هيبقى قوي جدا على فكره. الكمأة. كمأة. ايوه الكمأة هي الحاجه بتتحط في وبيردموا عليها يعني ايه
هو احنا لو تلاحظ ان احنا في السؤالين التانيين كنا بنتكلم عن الاكل. اه البابور. لا عن الاكل. الكم يعني الكمون. نوع اكل برضو. الكمون. الكم يعني ايه؟ ادي قريبه منك انت. الكم دي زي ابراهيم. قرب له. انا بقول انا بقول مكموره حاجه اتحطت اكل. انت بتقول لي بيردموا عليها. بيردموا لا لا حاجه مكبوقه. اه زي ابراهيم. زي ابراهيم. اسمه ايه؟ وفي ايه؟ بصل. ويخني حاجه يخني كده. هو عموما بيعتبر اللي هو كباب الحله فعلا اجابه صحيحه. لحمه ما قالش لحمه. طب شاطر ومشطور وبينهما الساندويتش. الساندويتش 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 قلتها قبليك. اجابه صحيحه فعلا. وبينهما دلوقتي مع بعضينا كده كلنا مع بعض في البيوت هنروح دلوقتي الشارع. لقاء آخر مع مين يكسب مين. صباح الخير. أهلا. صباح الفل. عرف عليك. سيد عبد الرحمن. حضرتك بتشتغل إيه؟ أنا محاسب في كاسة المية الشعبية. أهلا وسهلا. أهلا بيك. حضرتك تعرف أول مسجد في الإسلام بني في الإسلام؟ طبعا أول مسجد بني في الإسلام اللي هو طبعا بيت الله الحرام. لا اللي هو مسجد فيه. مسجد بني في الإسلام. آه مسجد قباء. هو ما هو قباء. طيب تعرف اول مسجد بني له مأذنة؟ ده بصراحه جايز يكون في دمشق يعني بس ما اعرفوش. بس هو بس طب اديك اختيارات. اتفضلي. هل هو المسجد الاموي بدمشق ولا مسجد عمرو بن العاص بالقاهره ولا مسجد القيروان في تونس؟ هو مسجد اللي هو في دمشق اللي هو الاموي في دمشق. اجابه صحيحه هو المسجد الاموي بدمشق والذي بناه عبد الملك ابن مروان. سيداتي أنسات سادتي بعد ما خلصنا مسابقتنا في الشارع هنكملها على المسرح مع الجمهور الموجود معانا هنا النهاردة وزي ما تعودنا اللي هيسمع رقمه يتفضل هنا عندي. نبتدي بأول رقم. رقم 12. تعرف عليكي؟ أمل فكري. علي صوتك؟ أمل فكري. طب امسكي الميكروفون. أمل أشهر متحف شمع في العالم اسمه إيه وفين؟ في إنجلترا. إنجلترا صح؟ مدام توسو. مدام توسو صح. الإجابة صحيحة. مبروك. رجعنا من الشارع وقبل ما نستكمل حلقاتنا كان طبعا احنا سعداء بكل الضيوف اللي معانا وسعداء برضو ان الاستاذ محمد الشويحي كان معانا من اول الحلقه ولكن للاسف مش هيقدر يواصل معانا الحلقه للاخر لان عنده ارتباط بالمسرح وهو دلوقتي دخل في منطقه الخطر. فشاكرين للاستاذ محمد الشويحي. وبنستكمل دلوقتي حلقاتنا بنقول للفنان طارق فؤاد. بما ان الفنان طارق فؤاد معانا فيجب ان نستغله. اسوأ استغلال. لا احسن استغلال اكيد طبعا. انا هقول اسم حد وانت هتقول لي على طول حاجه من اعماله. ماشي. الاول بدايه يا طارق. طارق فؤاد. طارق فؤاد انت بتدرس في معهد موسيقى؟ لا انا مدرس دلوقتي لكن درست حوالي 4 سنين او 5 سنين من 88 لحد سنتين يمكن. من دلوقتي بعمل دراسات عليا وماجستير عن رياض السنباط. جميل. ده ماجستير عن رياض السنباط. لو قلنا بدايه رياض السنباطي نقول ايه؟ رد كأسي عن فمي يا أيها الساقي ودعاني وأفق من نشوة الراح ومن حلم التجاني. الله.
كل ما مر بنا وهم خيال وتمني، حسبنا وهما وحلما، حسبنا خيال. أقبل الفجر فهل تدري بماذا جاءنا؟ آه من قلبي وما يعتاده من ذكريات، أبدا يشقى بماض من رؤى العمر وآت. لا أنا أشدو أماني ولا الحظ يوافي نديمي، لاحت الشمس فقم وامضي بنا، فلعل الدهر أن يفل عن موكبنا. يا نديمي لاحت الشمس فقم وامضي بنا، فلعل الدهر أن يفل عن موكبنا. الله الله جميل. احنا طبعا عندنا هنا ناس كتير قوي، ومش هسيبك النهاردة على فكرة. وطبعا كل الناس اللي قاعدين معنا كله بيستمتع بطارق، وخاصة لو قلنا داود حسني. قمر له الليالي يطلع لم يبالي، قمر له الليالي يطلع لم يبالي، عالبستان ينور فيهم ليالي. جميل جميل جميل. طيب نقول طقطوقة. ممكن بس الأول نعرف طقطوقة؟ الطقطوقة هي بالمعنى العربي القديم اللي هي الحاجة الصغيرة جدا. صغيرة جدا، وهي من أبسط أنواع الغناء. من أبسط أنواع الغناء. أبسطها من ناحية إيه يا طارق؟ من ناحية الإيقاع ومن ناحية اللحن. يعني دايما بتنظم في إيقاع بسيط، بسيط يعني 2/4 أو 4/4. مش الإيقاعات المركبة اللي هي 6/8 والحاجات 13 حاجات كده. دايما الإيقاعات البسيط. والكلام دايما بيبقى بسيط، واللحن دايما فيه مرجعات. يعني بعد المذهب معظم الثلاث كوبلهات بيبقوا شكل بعض. وده على فكرة الطقطقة هي الأغنية المصرية دلوقتي، أو هي الأغنية العربية دلوقتي اللي في الوقت الحالي. بالظبط. طب نسمع طقطقة من اللي هم الأصلي. طب حاضر. من عذبك بتخلصوا مني، من عذبك بتخلصوا مني، وذنبي ايه بتعذب فيا، ليه العوازل حاسدني دول، حقهم ابكوا علي. يا سلام يا سلام يا سلام. جميل. انا برضو اخلص مع طارق الاول لان مش هسيبك. ده بعد كده معاك الرئيس عبد الجليل. ده حبيبي. واهو انت حر. حبيبي احنا بقينا يعني يغني ولا ما يغنيش يا ريس؟ يغني ياخد راحته. شفت؟ لا مش ياخد راحته، قول يغني. يغني بس. انا بحبه يعني، عارف الصداقه ما يعني ما قعدتش معاه. أيوه. بس من كتر الخوف يعني بحبه. طب طارق لو قلنا محمد عثمان. ملال كاسة آت وسأني، يا ليل نحي إلى الخاصر والأدي. آمان آمان يا للال. جميل جميل. طب أنا لو قلت صالح عبد الحي. ليه يا بنفسك بتبهج وانت
ظهري حزين والعين تتابعك وطابعك محتشم ورزين ليه يا بنفسك بتبين ليه يا بنفسك بتبين وانت ظهري حزين. الله الله جميل. ايه رايك يا ريس متقال؟ جميل صلاه النبي عليه. طبعا الاغاني دي انت كنت بتسمعها من زمان يا ريس متقال. زمان بدري زمان. انت تفتكر حاجه من الحاجات دي يا ريس؟ حاجه عظيمه جدا. لا والله. لسيد درويش، لعبد الوهاب. انا كنت اسمع سمع. كنت اسمع بص بيهم بس يعني ما حفظتلهمش حاجه. حفظت حاجه والله. ولا عبد الوهاب ولا لام كلثوم. كله. معقوله؟ استنط بس اسمع. ويعجبوك بس. بيعجبوني. جميل يا ريس متقال. رئيس عبد الجليل كنت بتسمع طبعا الناس دول. الناس دي كانت تستمع وكان الواحد يعني ينبسط لها قوي. كان الواحد بينبسط. ينبسط لها قوي صراحه. لكن ما فكرتش مره وانت مع نفسك كده تغني يا رئيس عبد الجليل؟ لا ما كانش الواحد بيبقى فاضي بقى عشان خاطر يعني يعلق بالمواضيع دي، لا يستمع بس. لا وانت مثلا وانت شغال كده اهو وماسك السكينه وعمال بتقطع وبتاع اكيد بتدندن مع نفسك ولا ما بيحصلش؟ لا ما بتدندن مع الزباين. بتدندن مع بتدندن بتدندن مع الزباين. وقصاد الرئيس عبد الجليل هنشوف الرئيس ابراهيم لو استخدم الادوات بتاعته. ممكن يعني دلوقتي الناس كلها عارفين المكوى او المكواه اللي هم بيكوا بيها الهدوم اللي هي اليدويه العاديه. ايوه. المكوى اللي هي مكوه الرجل او مكوات الرجل. ايوه. دي بيبقى شكلها ايه مبدئيا؟ إيه؟ تعال اتفضل يا رئيس. دي مكوة الرجل ودي التزجة. دي بيعتبر زي ايه الخط كده اهو علشان خاطر تبقى حماية للرجل من النار اللي عليها. يعني انت بتبقى ماسك الجزء الاخراني ده بايدك. الجزء اهو كده اهو. يعني فرض ان انت حاطط القماش هنا اهو على الارض. ايوه بس لازم اقلع برضه. شفت انت حاجات دي كده اهو. وبتدوس عليها وبتحركها كده اهو. ايوه. هي وزنها تقيل؟ وزنها تقيل طبعا. وزنها يجي له قد ايه كده يا عم ابراهيم؟ ايه في حدود حوالي 25 كيلو. 25 كيلو. طبعا انت ما بتحملش على ايديك، انت كنا فيها ان انت بترميها. بتشتغل بالايد وبالرجل. وبتسخنها بقى ايه على ايه؟ بتسخنها دي بتتقلب كده اهو بمؤاخذه. بتتقلب كده. تتقلب على ظهرها؟ على الاباجور من تحت. بيبقى فيه خزان. لازم يكون خزان كبير عشان خاطر دي بتاخد وقت على بال ما بتسخن. ما ينفعش تحط على بوتاجاز على نار عاديه. لازم حاجه ضخمه. لازم يعني. حاجه ضخمه. يعني نار ايه؟ نار مكنة يعني يكون مكنه بس يكون نمره 3. مكنه تكون نمره 3. نمره 3 يعني في حاجه اسمها في حاجه اسمها نمره 1. وفي نمره 2 وفي نمره 3. 3 بتدي ولعه اكتر. بتدي ولعه اكتر طبعا. زي البوتاجاز بتبقى في عين صغيره وفي عين كبيره. تمام. دي نفس الطريقة برضو بتاعتها. وده بيبقى بالغاز ولا بالجاز؟ ده بيبقى بالجاز. بيبقى بالجاز. أيوة. بحيث ان هو يدي اكبر كمية اكبر وبندي نفس طبعا كبير على اساس بناخد وقت انها دي على بال ما بتسخن بتاخد الصبح بتاخد نص ساعة. ياه. سخونية. انما بعد كده ممكن تديك في ربع ساعة. بعد كده ما باجي اعيد تسخين ممكن تاني تاخد ربع ساعة او ربع ساعة برضو تاني. واللي بيحمي الموضوع ده كله اللي هي حتة الخشبة دي. حتة الخشبة دي هي اللي بتحمي اللي دي اسمها ايه دي يا عم؟ ده اسمه بزجة. بزجق. 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 هو اكيد ده اسم من زمان يعني. طبعا. يعني مش ما اخترعوش دلوقتي. لا ده طبعا من زمان. يعني مثلا لو معاك الصبي بتاعك بتقول له هات البزجق. هات البزجق يلا. هو فاهم. تقول له ايه؟ هات البزجق يلا. هات البزجق يلا. هات البزجق يلا. لو ما جابوش بتدي له بالبزجق بقى. عشان كده ما بيشتغلوش. انا عرفت بقى السبب. طيب ما حصلش قبل كده حوادث قدامك لا قدر الله او مثلا سمعت عن ان البزجق وقع من على المكوى؟ كتير بتحصل. يعني انا بتخيل نفسي ان انا اللي قاعد بكوي بمكوه الرجل دي وبعمل كده وراحت رجلي
كتير بتحصل شيطل بتاعها كتير بتحصل ان ده بيتزحلق ان ده بيتزحلق من عليها ممكن بعد ساعات بيتزحلق فبنعمل ايه احنا بنديله شويه ميه على اساس ان هو برضو يتبخر شويه على اساس يبقى خشن وده السبب كمان اللي مخلي البزجق من هنا كله محروق كله محروق من الميه ومن احتكاكه بالمكوى نفسها لان ده اصلا خشب شجر خشب شجر خشب شجر خشب جامل. شجر جامد طبعا وفعلا دي ثقيله جدا ندى تخيلي تخيلي يا ندى معلش انا تخيل السكاكين تخيلي يا ندى لو انت عندك المكوى دي في البيت ويبتكوا بيها الهدوم مثلا كل الهدوم هتبقى مش برجلك بايديك يعني انت ممكن ما تلبسيوش هدوم مكويه نهائي لا عادي ما انا بقول لك كلها تبقى مكرمشه طبعا ده بس هايله والله لو جبت حد طبعا كل مهنه بيبقى لها اسرار وكل مهنه بيبقى لها خلفيات ما حدش يعرفها غير اللي هو صاحبها نفسه صح. انت عارف كل خلفيات المهنه طبعا بالنسبه للمكوى نفسها عمرو ابراهيم بتختلف كحساب يعني انت مثلا لو مكواجي عادي ممكن بيجي حاسب الزبون على القميص بكذا على الجلابيه بكذا على البنطلون بكذا دي بيبقى لها حساب تاني مختلف لانها مهنه مميزه بيبقى السعر اعلى يعني. لا يعني لا دي بالنسبه لدي بيبقى ليها ان هو نفس السعر برضه هو نفس السعر هو نفس السعر مكوى الافرنجي زي المكوى البلدي بالظبط اللي هو كام السعر النبي اللي هو قد ايه يعني الجلابيه البلدي كتير الجلابيه البلدي في حدود مثلا ممكن فيه ب 50 قرش وفيه بجنيه مش كل الجلاليب دي بتختلف مع القماشه مع القماش بتختلف مع القماش اما بيكون في حاجه يعني مثلا قميص زي ده مثلا ممكن يكوب بسرعه لا انا متهيألي قميص زي ده مع المكوى دي هيخلص بالعكس ده هيكوى احسن من اللي كمان لا معقوله؟ صدقني يعني انا حطيت القميص ده على الارض بذاتك المكوى دي يعني صدقني اللي شغال عليها فنان فنان صدقني يعني يعني لو ما كانش فنان ومن صغره بيشتغل فيها ما اعرفش هو ده ممكن يعني ما اقدرش اقول لك يعني اما زي ما قلنا اختارها منها الاخطار غير كده يعني انا عايز اقول لسيادتك ان المكوى دي زي الدكتور بالظبط دكتور ملابس مكواجي ده بيعتبر زي ما دكتور ملابس بالظبط يعني شوفك انت الكوافير ساتك شغال ازاي والحلاق شغال ازاي ده بقى دكتور ملابس لو جبت واحد وقفته مكان مكواجي ايد افرنجي او مكواجي بلدي عمره ما هيقدر يعمل حاجه يلسع المك يعني بعد ساعات بيجي شغل ملسوع بقول له نبي خد اعمل ده قال له الله هو انت كنت بتكوي قبل كده ده ملسوع القميص ده ملسوع قال لي ما انا جبته لك عشان كده قلت له طب ادي الايه العيش لخباسه ممكن تضيع قميص القميص دلوقتي ثمنه 100 جنيه بالظبط ده في قميص ثمنه 150 جنيه أوكي. ممكن يضيعه لما يدفع عليه هو ربع جنيه ولا 50 قرش ما يكون احسن اللي هو ادي العيش لخبازه هو ده الصح طب بقيه المثل بيقول ايه؟ ادي العيش لخبازه ولو ايه؟ ولو ياكل نصه ولو ياكل نصه صح يعني انا ممكن اجيب لك قميص عشان انت خبازه أيوه. تاكل نصه يعني تجيبولي من غير دي وانا جزار انا في جمله او في كلمه مكتوبه قدامي كاعداد عشان اقولها للفنان طارق فؤاد ومن اول المسابقه النهارده بحاول اقرا فيها ومش عارفها هو في واحده اللي هي ايه دي يا ترى اللي هو ايه دي حجاز كاركورد حجاز كاركورد طب دي جمله يا راجل حجاز كاركورد ممكن نعرف ايه هو حجاز كاركورد حجاز كاركورد هو مقام من المقامات الشرقيه مقام من المقامات الشرقيه نقدر نسمع منه حاجه يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ده مقام الحجاز كارب في اغاني متاخده من المقام ده نفسه اغاني مشهوره مثلا كتير زي بقى عايز تنساني وتزود حرماني بقى عايز تنساني وتزود حرماني طب انسى وانا حنسى
صعب انسى وانا حنسى انا مش حرجع لك تاني انا مش حرجع لك تاني. الله الله الله. وبالمقام ده وبالأغنية دي من الفنان طارق فؤاد ساعدنا بالمجموعة اللي معانا النهاردة. وفي نهاية الحلقة بنقول إلى اللقاء إن شاء الله في مسابقة جديدة من مسابقات مين يكسب مين.